برعاية وتشريف صاحبة السمو الملكية الأميرة لولو الفاصل، أقامت جامعة عفت حفلها السنوي اللي هو لتقديم جائزة الملكة عفت للطالبة المثالية. طبعا كان هذا بحضور أهالي الطالبات ونخبة من المجتمع والإعلام. شيء جميل يا أسرى صراحة. فعلا جدا جميل إيمان، هذا الحدث اللي فازت به الطالبة غيداء قطب بجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية. طبعا الطالبة المثالية اليوم في ضيافتنا في استديو سيدتي وهي غيداء قطب الفائزة بهذه الجائزة. يا أهلا وسهلا فيك غيداء. بيكم. يا هلا فيك، نورتينا غيداء. غيداء خلينا نتكلم بداية عن كيف بدأت المنافسة وكيف بدأت هذه المسابقة. خلينا نقول طيب، هي أول حاجة ما هي منافسة إحنا نترشح لها، هي منافسة الجامعة ترشح الطالبات لها، فالإدارة يعني الجامعة نفسها هي اللي بتختار الطالبات. بالضبط، بتختارهم على أسس معينة. فمثلا أول حاجة لازم تكون full time student، لازم تكون عدت 60 ساعة دراسية ومعدلها الدراسي يكون أكثر من 3.75. بعد كده المرحلة الثانية الطالبات بيقدموا letter أو رسالة يكتبوا فيها أشياء بسيطة عن نفسهم، عن قيم جامعة عفت، كيف القيم انعكست على أشياء اللي هم سواها في الجامعة والإنجازات، وآخر شيء ليش الطالبة بتفوز بدي الجائزة. حلو حلو. طيب نبي نعرف أكثر غيداء، كيف حصلت على هذا اللقب؟ طيب بعد دي المرحلة كانت المرحلة حقت البرزنتيشن. ففي البرزنتيشن تتكلم أكثر شيء عن الأساي بطريقة يعني إبداعية أكثر وبطريقة يعني مفصلة أكثر. البرزنتيشن بيكون قدام دكتورة الجامعة الدكتورة هيفاء جمال الليل والعميدات الكلية، بناء على إنجازات والأشياء اللي بنعملها هم بيختاروا الطالبة المثالية. حلو حلو. أيوة. طيب إيش حسيتي غيداء وأنت في هذا يعني لازم أسألك عن إحساسك، مستحيل حتعدي الفقر من غير ما أسألك عن إحساسك. إيش كنت حاسة وأنت قدام أمام يعني عميدة الجامعة والدكاترة حقانك؟ إحساسي يعني كان شوية يعني مو رهبة، بس يعني إحساس شوية بالمسؤولية. صحيح. ايش بتتكلمي، ايش حتقولي، لازم تكوني مره مبدعه ولازم تكون عندك يعني باك جراوند قوي عشان تعرفي ايش حتقولي لهم بالضبط وتقنعيهم هم ايش بيسمعوا. حلو. انت قلتي الشروط ايش كانت، وطبعا ما في اي فائزه حتخش المسابقه الا بشروط معينه. ايوه. ايش هي هذه الشروط؟ كانت اول حاجه تكوني فول تايم ستودنت، عندها نقاط في الجامعه حقت المشاركه لازم تكون اكثر من 50 او يعني على حسب المطلوب منك. حلو. والمعدل التراكمي لازم يكون 3.75. والرسالة اللي قلت عليها انه ليش انت مؤهلة لهذا الفوز بهذا اللقب. طيب حلو، ابغى اعرف اكثر منك اللحظة اللي كانت غيداء جالسة وفجأة بيقولوا اسم غيداء وانا فزت، ايش كانت ردة فعلك؟ اوصفينا ذيك اللحظة. انت كان معك عائلتي اهلك وكلهم كانوا معك؟ كان في والدي ووالدتي. ما شاء الله، يعطيهم الف عافية ويخليهم لك يا رب. احساس مرة جميل، بس من جد اللي كان احلى من الرياكشن حقي الرياكشن حق الناس. يعني كل الطالبات مره انبسطوا والاساتذه مره انبسطوا، لانه اخيرا بعد 10 سنين طالبه من طالبات العماره فازت يعني اخيرا بالمرتبه الاولى. حلو. فيعني كان احساس مره حلو انه اخيرا يعني قسم العماره فاز. حلو. غيداء طبعا انت فزتي بالجائزه، الا لما تكون هذه الجائزه حتحط عليكي التزامات وهمات تقومي فيها بعد ما اخذتي الجائزه. ايش هي الالتزامات اللي على عاتق غيداء اليوم؟ طيب، هو اللي فزت بيه منصب رئاسة مجلس الشورى حق الطلبة. حلو. فأهم حاجة إنه أنا أسمع صوت الطلبة. طب خلينا نقول أول شيء مجلس الشورى هذا إيش بيعمل؟ طيب، مجلس الشورى في الجامعة فكرته الأساسية تقوم على إنك أنت تسمعي صوت الطلبة، تشوف إيش مشاكلهم، إيش احتاجوا، إيش احتياجاتهم الدراسية، وحتى لو مثلا من يعني ملتزمات في الجامعة وأشياء ثانية. أعطينا أمثلة أشياء معينة. ممكن في الجامعة إذا أشياء زعج البنات، يحتاجوا فصول دراسية أكثر، يحتاجوا أماكن يشتغلوا فيها أكثر. حلو. فأنت عليكم إيش تسووا؟ إنه أنتوا تأسس تقنية معينة إن حالة تتواصلوا مع الإدارة، نتواصل لهم أي مشاكل جوة الجامعة. أيوه. حلو. طيب مهامك اللي أنت ناوية إنك تسويها بعد فوزك بهذه الجائزة؟ مرة أنا حابة إنه يعني نعمل على إيفنتات أكثر، نشتغل على إيفنتات أكثر بحيث إنه نقدر نسمع صوت الطلبة من جد، ونقدر نأهل الجامعة إنها تكون أحسن وأحسن حتى للأجيال اللي بعدنا. صحيح. الأجيال اللي قبلنا كمان يعني لما يرجعوا لها. أكيد. شيء جميل غيداء، وأبغى أعرف منك طبعا بعد فوزك بلقب زي كذا ونوعا ما صار عندك مسؤولية خارج مسؤولية الدراسة، نوعا ما زي كأنك بدأتي شغل معين،
هذا الشيء اكيد غير ليك نظره معينه او غير طموحك، فصار عندك يمكن زاد شيء او تميز شيء عشان تبغى تصير في المستقبل، ممكن تحكينا على هذا الجزئيه؟ طبعا هي جزئيه مره مسؤوليه مره كبيره، بس الحلو في الموضوع انه هو يأهلك لبعد الجامعه، يأهلك كيف تلتزمي بالدراسه وفي نفس الوقت تلتزمي بالاشياء اللي برة الدراسه. صحيح. فيعني يبغاله مره تايم مانجمنت. كيف حتوازني؟ هو هذا السؤال مهم فعلا. هو فعلا مره مهم. كيف حتوازني في ذا الموضوع تحسي؟ اهم شيء بس ما تأجل دراستك، احس يعني في النهايه في وقت لكل حاجه، وانس انك انت تخلصي شغلك اول باول، في وقت لاشياء مره كثير. يعني انت شايفه ان انت ممكن توفق بين دراستك في الجامعه وبين هذا الجائزه اللي انت اخذتيها؟ ايوه بالتاكيد. قبل ما اترشح لهذا المنصب طبعا تكلمنا عن انجازاتنا، فمن الاشياء اللي كنت عملتها في الجامعه كنت the leader of the architecture club اللي هو قائدة نادي العمارة. فيعني دا الشيء كمان مره كان ساعدني انه انا التزم في الدراسه وفي نفس الوقت لا يعني عندي مهام ثانيه انظر لها. حلو. فيعني كده مؤهل من مؤهلات. طيب ايش رايك في الدعم اللي بتقدمه الجامعه للطالبات المميزات؟ طبعا جامعه عفت، خلينا نتكلم عن رايك في هذا الموضوع اكثر. الحقيقه الجامعه بتقدم يعني اشياء مره كثيره للطلبه. عندنا الامباسادرز بروجرام، هذا البرنامج سفيرات عفت. يقوم ان هو في تقريبا كلاس لكلاسين كل اسبوع بيدوا فيه الطالبات اشياء تاهلهم لبرة الجامعه، يعني تاهلهم كيف يكتبوا السي في، كيف يعملوا برزنتيشنز، كيف يتكلموا، اشياء تشمل كل الاشياء اللي تاهل الطالبه لما تتخرج تتوظف في منصب وظيفي مره كويس. حلو. فهذا من الاشياء. الشيء الثاني كيان المجلس الطلبه. مجلس الطلبه اهم حاجه يسووها ان هم يسووا اكتيفيتيز للطالبات. حلو. فهو يعني زي مهتم ايش للأنشطة الطلابية. زي ايش الأنشطة اللي بيقدمها؟ زي مثلا مؤتمرات للطالبات، اكتيفيتيز رياضة وبسطة في الاكتيفيتي تايم، هذه الأشياء كلها بتقوم بيها مجلس الطلبة. حلو. وفي نفس الوقت مجلس الشورى بتعامل مع مجلس الطلبة وبنتساعد يعني كيف نسمع. أنا جدا عاجبني بصراحة إنه مجلس الشورى ومجلس الطلبة في جوة الجامعة. أيوه. فعلا يعني شيء جدا حلو يعني. طيب ابغى اعرف منك اكثر غيداء، مثلا انت دحين خلاص ترشحتي وفزتي، هل صار موقف وبداتي يعني تتحمل المسؤوليه ولا لسه ما بدات الشكاوي على قولتهم ومجلس الشورى لسه ما اشتغل؟ لسه لسه. طيب ابغى اعرف مثلا السنه الجايه هل مجلس الشورى سنه الغيداء بعدين السنه الجايه يتغير ولا كيف حيكون النظام؟ ايوه هو كل سنه تترشح طالبه من الطالبات، فكل سنه في بداية الترم بيرشح الطالبات وبيخلص البروسيس وبتفوز فيه الطالبة. حلو. فالسنة الجاية في طالبة جديدة. حلو. طيب لو تكلمنا عن هذه المهام اللي بيعطوكم هي في الجامعة، في إيش ممكن شايف إن هي تفيدك بعد ما تتخرجي؟ يعني إيش حتضيف لغيداء؟ طبعا حس الإبداع وحس الريسبونسبيلتي. لازم لو تكوني ماسكة منصب زي كذا ما تبي الطلبة يطفشوا منك، فلازم تفكري في أشياء إبداعية تخلي الطلبة يثقوا فيكي ويبغوا يعني يقولوا لك مشاكلهم ويسمعوا لك وتسمعي لهم. صحيح. فاحس مره من الاشياء المهمه حس المسؤوليه وحس انك تكوني مره مبدعه في الشيء اللي بتسويه. حلو حلو. قلتي شيء تعقيبا على شيء قلتيه قبل شويه يا غيداء، قلتي لما انا فزت البنات قديش منبسطوا. يعني صعب تقدري تقولي احنا في مجتمعنا شويه يقولوا في غيره او حاجه، يعني حلو انه البنات يعني انبسطوا. أيوه. لك فابغى اعرف ايش اللي ميزك عن الطالبات؟ ايش تتوقعي سبب اختيارك؟ يعني انت ما تقدر تتكلم عن نفسك بس يعني غالبا ايش تحسي وجهه نظرهم من ناحيه غيداء؟ اتوقع كلنا. انا الصراحه لو اي طالبه من قسم العماره فازت كنت حنبسط لها من كل قلبي. تحس كلنا انتماء. بالانتماء. كلام لقاءات غيداء ولا كلام حقيقي؟ لا والله العظيم ما امزح، بالضبط قبل وقت البرزنتيشن واحنا بنعمل برزنتيشنز واحده من الزملاء كانت بتقول لي غيداء انا ما تفرق معي مين يفوز، اهم شيء واحده من الاركتكتشر. من جد كلامها مره لمس قلبي لانه حسيت انه من جد مره كلامها صح، نبغى احد من الاركتكتشر. حلوه الروح دي صراحه. إيه. لما يكونوا كلهم مع صحيح. بعض ونفسهم يعني كلهم لما الواحد يطلع كلهم. حلو. زي انا وانت بالضبط فعلا بنتكلم لي يعني زي انا وانت. غيداء قطب الطالبه المثاليه بجامعه عفت، شكرا لحضورك معنا اليوم في سيدتي، نورتينا وفخورين جدا فيك. شكرا لك. متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.